السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شوف السلم ده بوت عايزين نطلعه بشكل كويس. طيب أول حاجة أنا عايز أبدأ أظهر الدرجات زي ما أنت شايف إنها مش ظاهرة. طيب الدرجات اللي مش ظاهرة من أول القطع دوت، فأنا هاجي هنا في الفي بي، أكتب في بي أو في جي، وبعد كده أخش هنا في الستيرز ودوس على علامة الزائد، هتلاقي العلامات دي مش موجودة، علم عليهم عشان يظهر لك الحاجات اللي فوق علامة القطع. أبلاي أوكي، ظهرت معايا هو بالشكل دوت. طيب دلوقتي بقى هروح لانوتيت واقول له انا عايز الستير باص، فيبدا يجيب لي الباص، بس الباص زي ما انت شايف مش مكمل، فهدخل في الفي في وهدخل في الانوتيت واقول له ستير، ستير باص، واروح معلم على اباص، فيبدا يظهر معايا بالشكل دوت. طيب عايز اظهر عدد الدرجات، فاروح قايل له انا عايز تريد نمبر اهوت بالشكل دوت. طيب دلوقتي عايز اغير مثلا علامة القطع ديت، هدخل هنا في الايديت تايب وهتلاقي هنا كات مارك، هدخل هنا واختار مثلا انها دبل بحيث يسيب مسافة بين هنا وهنا، واقدر اتحكم في شكل القط، اختار شكل اخر، اقدر اتحكم في الحجم بتاعها. اوكي فيبدأ يعملها لي بالشكل دوت. كمان ممكن اتحكم في الشكل بتاع الدايركشن ستاندرد دوت اللي هو الستير باص، تقدر تدخل هنا تقول له انا عايز علامة اب وداون تظهر معايا ولا لا، تمام، الاورينتيشن هوريزونتال ولا فيرتيكال، عايز شو اب تكست تظهر معاك ولا لا، تقدر تدخل هنا وتقول له مثلا السامبل رمز بتاعك، تختار مثلا الشكل دوت، الستارت اكستريشن هيبقى عامل ازاي، الفول ستيب ارو، اند رايزر، تقدر تتحكم في شكل زي ما انت شايف السهم هوت بالشكل دوت.